سيد على القناة الرسمية لكم يقول: السلام عليكم. سؤالي هو: نحن مجموعة من الشباب نعمل في مشروع ضد الحرب الناعمة، لكننا نعاني من سقوط الهمم والمثابرة على العمل عند بعض الشباب المشاركين، فما هو الحل برأيكم؟ أحسنتم. نعم. أولا يعني أحيي الأخ الكريم مع مجموعته المباركة في العمل الصحيح، وهو مجابهة ومقاومة الحرب الناعمة، اللي هي حرب تضرب القيم والأخلاق والدين وعموما القواعد الاجتماعية المهمة في المجتمع الإسلامي. أنا أحييه تحية طيبة وأقول أنه شوف مشكلتنا وين؟ مشكلتنا أخي الكريم ليس في أصل الفكرة. إحنا الفكرة بالنسبة لنا واضحة، إحنا لازم نجابه الأعداء. نعم. بس أكو شيء اسمه على أي حال الحالات النفسية، مشاكل العمل، الإحباط اللي يحصل، أكو معوقات، أكو أخطاء، هذه كلها تأثر في إرادتنا، تأثر في عزمنا، تأثر في مقاومتنا، وهذه بمرور الزمن راح أشوف هواية يقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا، نعم واقع الشكل. نعم يوسف موسى النبي كان عنده جماعة، ولكن هذا اشتغل كذا، وهذا شاف له زوجة، هذا شاف له فلوس، هذا شاف له كذا، قال له اذهب أنت وربك. نعم فشنو اللي نحتاجه؟ كلامي للأخ الكريم، نحتاجه أنه دائما يصير عندنا نوع من التحفيز، يعني جلسات تشجيعية تعبوية، وحل المشاكل اللي تحصل. أكو مشاكل إذا ما تحلها وتتراكم مشاكل هي تسبب عوق، أحسنت تسبب عوق. فعلا. فأنت لازم تحل مشكلتي، يعني جسمي لو توجعني الآن مفاصلي وأعوفها، بعد فترة يصير عندي عوق ما أقدر أتحرك. فالمشاكل لابد أن تحل، القضايا لابد أن على حال تتابع، حتى نقدر أن نحافظ على الديمومة. الشباب بحاجة إلى حسب تعبيرنا تحفيز. اسمع هالآية ايش قد محفزة، نعم. آية قرآنية. الله يقول لمحمد صلى الله صلى عليه الله وآله، عليه وآله. يقول: إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أنتوا تعبانين وجوع وعطش وكذا، وجاء تروحون للحرب، ترى ذلك نفس الشيء، نفس الشيء. هم جوع وعطش وهم تعبانين، بس أكو امتياز عندكم هم ما عندهم، نعم. وترجون من الله ما لا يرجون. جميل. آية قرآنية إيش قد تحفز المقاتل، إيه إذا هم يتألمون مثل ما نتألم، نعم، وهم يتعبون مثل ما نتعب، فليش هم أشرف من عندنا؟ ليش هم أقوى من عندنا؟ مع أنهم لا يرجون من الله شيئا، ونحن نرجو نرجو. الفردوس. فهذه تحفيز، تعطي همة، شو صح، إيه يلا إحنا موجودين. هذه في واقع الحال تحتاجوها شباب، زيارة العلماء بين فترة وأخرى، وجلوس في ندوات على حال معرفية، هذه مهمة، حتى أنت يصير عندك حسب تعبيرنا توليد داخلي يسموه داينمو نعم. مولد. نعم سمح السيد، هذه الافكار اللي تفضلت بها تحتاج شخصيه يعني متوقده، بلا الذهن. اشكال، يعني يحتاج واحد هو صاحب، يعني صاحب ثقافة متنور، يعني يفهم يقرأ القضايا. مو كل واحد يقدر يعني يجيب على أسئلة الشباب، ولا يستطيع أنه يعطيهم أفق، لأنه فاقد الشيخ لا يعطي، هذا أحسنت. واضح. بس عموما هناك من يكون صاحب رؤية في هذا إن شاء المجال. الله. طيب.